الرحمن الرحيم كنز عظيم قرون السنة لا يعلم أكثر الناس. روى ابن الفاخر رحمه الله في كتابه العظمة من حديث عبد الله بن عمر أن قال في دبر كل صلاة مفروضة 100 مرة سبحان الله وبحمده دخل الجنة بغير حساب. قلت لحضرتكم قبل ذلك ما معنى الدخول بغير حساب، معنى السبق إلى الجنة. ما من عبد كما جاء في الحديث الصحيح إلا ويدنيه الله سبحانه وتعالى ويقربه منه ويدنيه في كنف ويزل عليه سترا ويكلمه في كنف ليس بينهما ترجمان، ويقول له يا عبدي أتذكر يوم كذا وكذا، يوم فعلت الذنب كذا وكذا. العبد الصالح الذي كتب الله له الجنة يقول نعم يا رب، نعم يا رب، نعم يا رب. كلما ذكره الله سبحانه وتعالى بذنب انتقع وجه العبد، حتى إذا ظن العبد أنه هلك أو قد هلك يقول رب العالمين له أعطيني كتابك، فيعطيه العبد الكتاب، ثم يعطيه الله سبحانه وتعالى الكتاب مرة أخرى، فيفتح الكتاب فيجد الذنوب كلها محيت، فيجد الذنوب كلها قد محيت، فيقول له رب العالمين سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك فاذهب وادخل الجنة. فيرفع الستر، الستارة اللي كان ربنا سبحانه وتعالى نزلها عليه عشان مبقاش في فضيحة، فيسجد العبد سجدة طويلة جدا حتى تقول الخلائق هنيئا لهذا العبد إنه لم يذنب في حياته ذنبا واحدا. يا ليتنا نكون مثله، يا ليتنا نكون مثله. شوفوا هو ده الحساب، ده اسمه إيه؟ أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لكن في ناس هتخش من غير حساب خالص، ربنا سبحانه وتعالى هيوفر عليه الوقفة دي. الوقفة دي صعبة جدا، حتى لو كنت من أهل الجنة تصور بقى ذنوبنا قد إيه. تصور لما ربنا سبحانه وتعالى يقرك بكل ذنب فعلته في حياتك ذنب ذنب لغاية ما تحس إن خلاص من أهل النار. لكن في ناس مش هيتعرض، هيخش الجنة على طول سبق. فشوف الصبر ده، غير بقى الحديث الصحيح اللي رواه الإمام المنذري في الترغيب والترغيب بسند وصححه الإمام الألباني ورواه الإمام الطبراني، من هاله الليل أن يكابده وجابنا عن العدو أن ينفق أن وجابنا عن العدو أن يقاتله، وبخل من مال أن ينفقه فليكثر من سبحان الله وبحمده، فهي أحب إلى الله من إنفاق الورق والذهب، وأحب إلى الله من إنفاق جبل ذهب في سبيل الله، وأحب إلى الله من إنفاق جبل ذهب في سبيل الله. فإذا سبحان الله وبحمده حبوا إلى الله من أن تنفق جبل ذهب زي جبل أحد. هتوفيق جبل أحد وزنه كام؟ جبل أحد وزنه 95 مليار طن. شوف الصواب العظيم. يبقى أنت لو أنت قلت سبحان الله وبحمده أكثر الناس بتقولها 100 مرة صبح و100 مرة بالليل، لا أنت هتقولها 100 مرة بعد كل صلاة قبل أن تتكلم، يعني حاول ما تتكلمش مع حد إلا الضرورة، وتقول سبحان الله وبحمده مخلصا النية محتسبا لأجل أنك تخش الجنة من غير حساب. يبقى هتقولها 500 مرة في اليوم، يبقى هتاخد 500 جبل حسنات، وسوية جبل حسنات زي جبل أحد، وتدخل الجنة بغير السابقة حساب ولا عدل. فضل عنها أفضل طبعا، فضل عن المراقب الكثيرة التي لا تحصى، يعني سبحان الله وبحمده والتي لا تسع المجال الآن إلى أن أقولها. فأنا أحط لكم الحديث، أنشر هذا الكلام، أقول قولي هذا، أستغفر.